كيف اطلع؟ اذا طلعت هالمرة لا مناجي اسمع اذا طلعت انت لازم احد يضحي اذا انا طلعت انا ما اقدر اعيش انت ما تقدر تعيش بدون صح اسمع لازم احد انت ضح انت مو بتقول اخوي 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 لا ما في اخوي ولا شيء انا ضد اخوي ولا شيء تكفى نواف لا انت تكفى انت 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 برجع يا عيال يا عيال برجع الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله الحمد لله احسن سجل هذا لا الحمد لله برجع برجع وانت بتطلع مغشر تقدر تكمل انت قدرت تبدل تجالي انا جاني فوبيا جاني بلا ما عاد اقدر انا ما اخذت جسمي اسبوعي راح هم اسبوعي الحين قلت لك كم بايعها بايعها كمل يلا ما بعتها ما خليك الجاحف يلا يلا نظف الكاميرا نظف الكاميرا يلا وش ذي وش ذي بالله ها اجل نواف العتيبي يا رب عبد الله يا رب عبد الله لا عبد ليش لا عبد ياد بدك والله اني مضغط عطنا مرضى زي ترى كان من اول الحين ما ادري من هو اللي يسوي شيء ناصر الحربي ناصر ما يدري ضايع ناصر طلع والله انت لا انت انت انا رجال اللي شادها يا ولد يا عيال والله هو اللي يطلع يستاهل والله انا ما اخلي ولا صلاه ما نشوف عبد الله الشهراني اكمل مشوارك لا يا عيال انا ارتجال انا الاوراق ما هي عندي بس اتوقع بس لا في ذمتكم تكفى لا لا ان شاء الله اني اكمل مشواري ان شاء الله اني اكمل ان شاء الله اني اكمل نواف العتيبي والله انا والله منتظر منتظر معك تكفى تكفى يا ولد ام اسف ضغطني يا رجل خل عطها مواهبها احمد رحيم احنا حرمنا لا لا بدي بدي انت هلك اشتغل والله ما حد اشتغل والله الرياكشنات عيب والله ما في شيء ايوه عبد الله الشهراني